انا والله حرملها ويصير فينا والله العظيم. هدينا ومنسنها وعائل يوم وإيه بكرة وهلأ بيجيكم الدعم وهلأ بيجي الدعم وهلأ بيجيكم. طيب يا أخي في أطفال ما يعني صار عنا خيمتنا تحت وأمان بس جنوري. لكن ماني خايفة الشر والله بعين أول شو بناتك. I believe it. Respect can be taught. Honor can be taught. Dignity can be taught. Let's be agents of teaching love, not hate. Think about these 1,500 families. Think about them. In the next few days, we won't have a place to stay.